اجتماع مع رؤساء الأندية وقدمنا لهم رزنامة العودة وكان فيه تجاوب إيجابي والحمد لله. بالنسبة لمرحلة العودة حتكون إن شاء الله يعني في مكانها يعني في التواريخ المحددة لكي تكون نهاية البطولة كما سبقنا وانذكرنا الأسبوع الأول من شهر جوان 2024. هذا حيخلي الفرق للموسم القادم يحضروا الفرق اللي تكون متأهلة للمنافسة الإفريقية من 1 إلى 30 جوان يحضروا نفسهم في مجال الانتدابات، وكذلك تكون انطلاقة تاع الموسم المقبل إن شاء الله في شهر أوت.